هل تعلم لماذا سميت القطايف بهذا الاسم؟ قبل أعوام قليلة انضمت حلويات رمضان الأشهر إلى قائمة المأكولات الشعبية التي دخلت عصر الآلة، وأهمها الفلافل وورق العنب المحشي وغيرها. فالمتجول في أسواق عمان خلال ساعات النهار الرمضانية يلحظ أن كثيراً من محال الحلويات والأفران باتت تصنع الحلوى الأشهر في رمضان باستخدام آلة حديثة لكنها بسيطة وغير معقدة التكوين. الآلة تأخذ بعين الاعتبار أننا نعيش في عصر السرعة، فتنجز عملها بخفة ودقة وتختصر الوقت الطويل الذي كان يستهلك مع وسائل الصناعة اليدوية ذات الجهد المضاعف. لا مو الحلو بدور، بس انا بقى يعني بطل اول يوم وثاني يوم وثالث يوم هيك، يعني نص رمضان بس. انا كل يوم والله انا بنستعمل القطايف كثير، يعني القطايف زاكي شيء اكيد يعني. والله انا مش كثير انا والحلو، بس لا مرات باكل مرات لا حسب. كل ما بصح لبوكر يعني يوم يوم لا عشان ما نكرهها. هل تعلم لماذا سميت القطايف بهذا الاسم؟ قطايف لا. لانه هاي عجينه بتكون خفيفه، احنا بنديرها على عصاج او شيء. لا والله بعرف بس غششني. والله ما بعرف. الحلوى المرتبطة برمضان ارتباطاً وثيقاً تعود أصولها إلى العصر الأموي والأندلسي والفاطمي كما تقول الروايات. ففي العصر الأموي حيث كان الخليفة سليمان بن عبد الملك أول من تناول حلوى القطايف في شهر رمضان عام 98 هجرياً، رواية القطايف في العصر الفاطمي. ثم جاءت رواية أخرى مليئة بالمنافسة في العصر الفاطمي، حيث كان صناع الحلوى يتنافسون على تقديم أجمل ما لديهم للخليفة لينال إعجابه ويحصل على رضاه والعمل بقصر السلطان. فقرر أحد الطهاة أن يبتكر فطيرة صغيرة محشوة بالمكسرات، ثم وضعها بشكل أنيق في طبق وزينه وخرج به على الضيوف في القصر الملكي ليذوقوا اختراعه الجديد. فتهافت عليه الحاضرون وظلوا يقطفونها من بعضهم، فأطلق عليها اسم فطيرة القطايف، رواية القطايف في الأندلس. وفي رواية ثالثة روت كتب التاريخ أن أول من ابتكر القطايف هم الأندلسيون، وانتشرت في مدن عربية كغرناطة وإشبيلية، ثم انتقلت تلك الفطيرة الصغيرة المحشوة بالمكسرات إلى بلاد الشرق العربي في ظل الحكم الإسلامي، وظلت تتطور على مدار السنوات لتصبح من أهم الأعراف المرتبطة بشهر رمضان. هل تستغني عن القطايف في رمضان؟